السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك، ورجعت لكم اليوم في المقطع الجديد، وهذا رقم 3 لألعاب السنة. ذكرت لكم 20 لعبة في المقاطع السابقة. في الجزء الأول ذكرنا 10 ألعاب ومن أهمهم God of War و Far Cry 5، وفي الجزء الثاني ذكرنا أيضا 10 ألعاب ومن أهمهم Red Dead Redemption 2 ولعبة Days Gone. والحين عندنا 10 ألعاب في هذا المقطع، وخلونا الحين نتعرف عليهم. قبل لا نبدأ أذكركم في اللايك ونشر المقطع لأصدقائكم، وخلونا نبدأ. أول لعبة عندنا في هذا المقطع لعبة شينمو 3. تخيلوا أن هذه اللعبة انتظرها من 16 سنة تقريبا، ومن أكثر الألعاب اللي كانت تجربتها جدا رائعة من ناحية الجيم بلاي والقصة سابقا، لكن فجأة وقفت وكل هذه السنين ننتظرها. على العموم اللعبة راح يكون لها عودة في هذه السنة في الجزء الثالث، ونكمل مسيرة شخصية ريو اللي كان عنده رحلة انتقام طويلة، تعلم من خلالها الكونفو، تعرف على ناس ومخاطر كثيرة بالعصابات في الجزء الأول والثاني، ويكملها في الجزء الثالث. طبعا الإصدار راح يقدم نفس التجربة الجميلة لكن بإمكانيات أفضل، وراح يكون معاها نسخ محسنة للجزء الأول والثاني، يعني يمديك تلعب القصة بالكامل إذا ما جربتها من قبل. إصدارها راح يكون حصريا للبلاي ستيشن 4، لأن شركة سوني ساهمت في إرجاع هذه اللعبة، وإصدارها تقريبا في آخر ثلث من السنة. ثاني لعبة عندنا في هذا المقطع واحدة من أقوى حصريات البلاي ستيشن هذا العام، لعبة سبايدر مان. اللعبة هذه من تطوير استوديو أحب شغلهم صراحة، اللي سوونا لعبة سانسيت أوفر درايف. طبعا اللعبة بتحتوي على قصة جديدة لشخصية بيتر باركر، وتهديد جديد لمدينتهم عن طريق مستر نيجاتيف، هذا واحد من الفيلنز الموجودين في الكوميك. اللعبة نظامها أكشن وقتال وسيناريو سينمائي وكويك تايم إيفنت اللي هو ضغط الأزرار. تجربة رهيبة للعبة، من المقاطع اللي شفناها مبين إن الجيم بلاي حلو ومتعوب عليها من ناحية الجرافيكس وباقي الأمور في الجيم بلاي. اللعبة راح تصدر في الربع الثالث من السنة حصريا للبلاي ستيشن 4. والعشاق العاب المغامرات عندنا لعبة فامباير في هذه السنة. اللعبة تقدم لك تجربة اكشن ار بي جي واستكشاف في عالم الفامبايرز. الدور احداثه عن شخصية دكتور اللي تحول لمصاص دماء ويحاول انه يخفي شخصيته، لكن بنفس الوقت يحتاج انه يقتل الناس علشان يعيش، فهذا الشيء خلاه يبحث عن بعض الاهداف اللي يستحقون الموت ويتغذى عليهم. الغريب في الموضوع انك تقدر تخلص اللعبة بدون ما تقتل اي شخص، وتتغذى على الناس عن طريق اماكن الجرائم. طبعا فيها اربع نهايات حسب لعبك. اتوقع اللعبة بتكون تجربة حلوة مثل ما تشوفون، طريقة الجيم بلاي فيها والقتال حلوة وفي استخدام أسلحة. أنا نفسي أشوفه ممكن تكون تجربة حلوة، وإصدار اللعبة راح يكون في الربع الثاني من السنة للإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 والبي سي. رابع لعبة عندنا في هذا المقطع لعبة مترو إكزوديوس. طبعا هذا الجزء الجديد لسلسلة مترو، وبيكون فيه تكملة للأحداث اللي صايرة في روسيا وغزو المخلوقات الغريبة للمنطقة. نظام اللعبة فيرست بيرسون مثل ما تشوفون، وطريقة اللعب فيها مشوق، مو بس انك تشيل هم الأعداء، راح تشيل هم الذخيرة والأسلحة اللي معاك والتلوث وتلبس الكمام، وتكون في مغامرة فعلا مشوقة وتخليك تحس في عنصر الرعب والتحدي. مثل ما تشوفون الجيم بلاي يحمس في هذا الإصدار، وعنصر الجرافيكس فيه مبين انه فيه تطوير كبير. طبعا فيها رحلة استكشاف ومواجهة أعداء لأول مرة نشوفهم بأحجام الضخمة اللي تشوفون حاليا في المقطع. رسومات اللعبة حلوة وتجربتها حلوة، أتمنى تكون أفضل من الأجزاء اللي قبل، وراح تصدر خلال هذه السنة للبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي. ايضا موعدنا في هذه السنه مع لعبه كيندوم هارتس 3. اللعبه هذه منتظره وبصراحه تاخرت شوي بسبب معاناه الاستوديو مع شركه سكوير انكس. على العموم اللعبه مثل ما شفنا الجيم بلاي والصور بلا شك انها قادمه هذا العام، وتقدم لك تجربه اكشن ار بي جي، مغامرات حلوه ومزيج بين شخصيات مملكه القلوب وايضا عالم ديزني والافلام الكرتونيه الشهيره. بتشوف شخصيات تتعاون مع بعض وتحاول انك تساعدهم في عوالمهم، وبنفس الوقت راح يساعدونك في مسيرتك. مزيج حلو ويشهد لها الاجزاء اللي قبل، تجربه بتكون جدا ممتازه. طبعا من اهم الاشياء اللي تميزها دائما عنصر الدراما في القصه والكوميديا، وكل هذه ممزوجة مع نظام الخيال والشخصيات اللي فيها. طبعا مثل ما ذكرت اللعبة تأخرت، واتمنى اشوفها هذه السنة، وراح يكون اصدارها على جهاز الاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 فقط، ما راح نشوفها على اي جهاز ثاني.
ايضا موعدنا في هذه السنه مع لعبه سكال اند بونز، اللعبه هذه سبين اوف من اساسن كريد بلاك فلاج. فريق يوبي سوفت سنغافوره اخذوا عالم البحار وسووه لعبه كامله مع تغييرات رئيسيه في اللعبه. راح تكون نظامها عن حرب السفن والقراصنه، راح تقدم لك طور سنجل بلاير وحروب الزعماء القراصنه بينهم بين بعض في مغامره قويه، بالاضافه انها تقدم طور الملتي بلاير اللي راح يتضمن 12 لاعب 6 ضد 6 وفيها شخصيات او خلونا نقول كلاسات للسفن نفسهم. عندكم بعض السفن الكبيره الهيفي او التانك والشورت رينج وايضا اللونج رينج مثل ما تقولون القناصه وغيرها من انواع السفن. راح تكون تجربه حلوه، وعن نفسي جربتها في المعرض كانت فعلا ممتازه وممتعه في نظام الاونلاين، لكن ما جربت السنجل بلاير. عموما اللعبه راح تعطي تجربه جدا جميله، خصوصا الناس اللي اخذوا وقت كبير في بلاك فلاج في البحر راح تعجبهم هذه اللعبه. راح يكون اصدارها في خريف هذه السنه للبلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي. والعشاق العاب الفايتنج موعدنا في هذه السنه مع لعبه سول كاليبر الجديده بالجزء السادس. هذه سلسله معروفه في العاب القتال، وانا صراحه لما شفت العروض تحمست لهذه اللعبه، لكن ما في معلومات كثيره عنها ولا نعرف مجموعه الشخصيات، لكن واضح انه حقبه زمنيه بالقصه في السابق، لان شخصيه ميتسولوجي مبين عليه انه اصغر من قبل بشكل ملحوظ. كل اللي نعرفه حاليا ان اللعبه راح تصدر في منتصف السنه، وبرافو على شركه بانداي نامكو لاهتمامها في سلاسل الالعاب سواء كانت هذه اللعبه او لعبه تيكن 7. عموما اللعبه راح تتوفر على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي PC. ورغم عن كوجيما، كونامي تواصل اصدار سلسله ميتل جير، وهالمره راح يكون في لعبه ميتل جير سيرفايف. طبعا لعبه ميتل جير هذه شوي توجهها مختلف عن المعتاد، راح تكون تجربه كوب، وانا اشوف انه قرار مناسب لان انجن اللعبه جدا مناسب لتجربه الكوب اللي هو في الجزء الخامس. احداثها بعد فانتوم بين كان في غزو فضائي على المنطقه وتحويل الجنود الى مخلوقات غريبه وكانهم زومبي. في البداية لما شفت الإعلان وما تحمست وكنا متعاطفين شوي مع كوجيما، لكن عن نفسي أقولكم لما جربت اللعبة فعلا أشوف أنها تجربة جدا جميلة، ولو كان مع الأصدقاء راح يكون المتعة دبل. عموما راح تتضمن كل الأشياء والأسلحة والقدرات اللي عندك في لعبة Metal Gear 5، لكن بزيادات وأفكار جديدة، وأنك تبني دفاعات وهذه الأمور ضد هجمات الزومبي. استخدامك للقدرات والأسلحة أشوف أنه جدا ممتع، ومثل ما ذكرت تجربتها بتكون أفضل مع الأصدقاء. المفروض أن إصدار اللعبة راح يكون في الشهر القادم اللي هو فبراير، والمفروض أني ذكرتها في المقطع الأول. عموما اللعبة بتتوفر للإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 والبي سي. والعشاق العاب الطائرات، عندنا اصدار جديد للاسطوره ايس كومبات بالجزء السابع بعنوان سكايز انون. ايضا هذه من الالعاب اللي تاخرت في التطوير وصار عليها تاجيل، وان شاء الله راح تكون في هذه السنه. اتوقع تجربتها بتكون متكامله، طبعا سلسله معروفه انها قدمت لنا افضل تجارب الطائرات الحربيه. نفس الشيء بيكون في هذا الاصدار، بيكون فيها مهمات تكتيكيه واكشن ومراحل بالاضافه لجانب القصه في مشاهد سينمائيه. ومن الاضافات الجديده اللي تحمس في تجربه اللعبه انها راح تدعم نظاره الواقع الافتراضي بلاي ستيشن في ار، اختيار جدا مناسب لهذه اللعبه. وللامانه اقول لكم من خلال التجربة المنظر كان جدا مرعب ومخيف، لكن يحمس وتجربة جدا واقعية في قيادة طيارة حربية في الفي ار. ترقبوها ان شاء الله، راح تصدر في هذا العام للبلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي. اخر لعبة عندنا في هذا المقطع لعبة دارك سايدرز بالجزء الثالث، وهالمرة بتكون مغامرة من شخصية الهورسمن الاخت، طبعا مهمتها القضاء على الخطايا السبع في قصة اللعبة. ما علينا من ناحية القصة، بعدين راح تعرفونها اكثر، لكن اهم شيء تعرفون ان نظام الجيم بلاي والسلسلة فرضت نفسها في التجربة من ناحية المغامرة والاكشن ومواجهة الالغاز والزعماء، تجربة جدا جميلة. طبعا فيها استخدام اسلحة وقدرات ونظام تلفيل لكن بطريقة السكيلز. عموما تجربة مميزة في الاجزاء اللي فاتت، واتوقع ان هذا الجزء بيكون افضل، وشوي غيروا في نظام اللعبة من ناحية الجيم بلاي والرسومات ومظهر الشخصيه بالكامل، كانه شوي واقعي اكثر من السابق. اصدارها راح يكون للبلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي في الربع الثالث من السنه. من
مثل ما تشوفون هذه قائمة الألعاب اللي عندنا في هذا المقطع. أبي كل واحد منكم يختار شنو اللعبة اللي متحمس لها ويكتب في الكومنت. طبعا في تصويت على اليمين فوق تقدرون تصوتون في أكثر لعبة متحمسين لها. طبعا في ألعاب ما ذكرتهم وتكلمت عنها ممكن أسوي مقطع رابع لو حابين، لكن أكثر الألعاب اللي ما ذكرتهم ما تحدد موعد إصدارهم أو ممكن يتأجلون للسنة اللي بعدها. لكن إذا كنتوا حابين إني أكمل في مقطع رابع ما عندي مشكلة أتكلم عن الألعاب اللي ما تم تحديد موعد إصدارها. أتمنى الكل يشارك في التعليقات والتصويت وينشر هذا الرابط لأصدقاء، ولا تنسون الدعم لايك، وإن شاء الله أشوفكم في مقطع ثاني. يعطيكم العافية، كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.